السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد علي والخيارات الصناعية وحلقة جديدة. أتمنى أنكم تكونوا بخير وبأفضل حال. في أسئلة دايما بتجيني، أنا حاسس أن الناس وبالذات الناس الجديدة عندها مشكلة في أنها تعرف إزاي تبتدي التجارة، عملات رقمية أو بين الأوبشن أو أيا كان. كل مشكلتها دايما الأسئلة بتجيلي إزاي أبتدي، أنا عندي حساب بنكي هجيلي إيه، هسحب إزاي، هحط إيه. عشان كده الحلقة دي متاحة للناس اللي هي ما عندهاش خلفية عن طريقة التجارة أو سوري طريقة السحب والإيداع. مبدئيا طرق السحب والإيداع، أنت لو عايز تبتدي التجارة الصناعية أو خيارات رقمية أو عملات رقمية أو أيا كان على المواقع، لازم يكون عندك حاجة من اتنين، يا إما فيزا والفيزا دي بتستعملها، يا إما الحاجة التانية اللي هي بتبقى الخيار التاني اللي هي حاجة اسمها المحفظة الإلكترونية زي سكريل نتلر، وفي مواقع كتير جدا بتقوم بالعملية دي. دي حاجة. الحاجة التانية اللي تخلي بالك منها جدا 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 ويعني تحطها حلقة في ودانك زي ما بيقولوا، انت لو هتعمل أصعب حاجة وياريت ان محدش يعملها، اللي هي الواير ترانسفير، اللي هي انك تدفع عن طريق التحويل البنكي. مبدئيا عشان تعمل واير ترانسفير بتبقى في صعوبة، انك انت لو هتبعت لحساب بنك هتبعت بالعملة بتاعت البنك ده، بمعنى انك انت لو هتحط بالدولار مطلوب انك تبعت حوالي بالدولار، لكن عن طريق العملة الرقمية سوري عن طريق الفيزا او عن طريق انك تبعت عن طريق موقع تاني عن طريق يعني المحفظة الالكترونية، بيبقى انك انت بتبعت فلوسك بالمصري وبيتم التحويل عن طريق يعني بيعملوا حاجه اسمها قسط. لما بتيجي تدفع بالفيزا انت حسابك بالمصري، لكن الفيزا شركه دوليه، فلما بتيجي تدفع بالدولار بياخدوا الفلوس بالمصري ويحولوها بالدولار لحسابك، والعكس لما بتيجي تسحب بالدولار انت حسابك مصري فبتخش لك لحسابك تاني بالمصري. عشان لقيت ناس كتير بتسال الموضوع ده. اكتر حاجه انت ممكن تدفع بيها بامان وسهوله واحسن من الفيزا بالنسبه للمصريين، انا بتكلم المصريين، لا بالنسبه لي عندي الفيزا بتاعتي حتى الان في مواقع بقدر استعمل عليها الفيزا، مواقع ما اقدرش استعمل الفيزا، لكن لما بحط ايداع في سكريل بيتاح لي ان انا اقدر احط عن طريق اي يعني هو بياخد الايداع عن طريق اي موقع انا بقدر ادفع فيه، فدي ميزه سكريل. سكريل يعتبر اقوى من الفيزا، فاللي عايز يبتدي هتبتدي انك انت تعمل حساب سكريل. طيب نوع البطاقه، في ناس بتقول لي انا عايز اعمل ما عنديش حساب بنكي وما عنديش محفظه الكترونيه وعايز اعمل فيزا عشان خاطر ان اقدر احطها استعملها في الايداع والسحب. البنوك قبل موضوع الحد من الدولار والكلام ده كانت عامله موضوع بسيط جدا، حاجه اسمها كارت الشباب، فيزا الكترونيك، كان ليها كذا اسم في كذا بنك يعني، هي بس هي الفكره واحده، انك بتروح بتطلب الفيزا دي تقول انا عايز فيزا مشترات من الانترنت، فبيديك فيزا، الفيزا دي بتدفع لها رسوم وليكن مثلا 40 جنيه 60 جنيه، بتختلف الرسوم دي من بنك للتاني. الفيزا بتاخدها وبتم التفعيل بتاعها على حسب البنك، بيبقى فيه اجراءات بتعملها عشان تفعل الفيزا، بتعمل بعد كده انك انت بتاخدها على اي ماكينه اي تي ام بتحطها وتبتدي تعمل لها شحن، يعني مثلا هتحط 1000 جنيه بتشحن الفيزا دي ب 1000 جنيه كده، انت معاك في الرصيد بتاعك 1000 جنيه شحنتها عن طريق الاي تي ام، بتبتدي تعمل التداول، بتعمل ايداع مثلا في ايتورو، بتعمل في اي مكان بالقيمه اللي انت عايزها. المهم انت لو هتعمل مثلا في طرف فبيبقى الايداع يعني الايداع 50 دولار، يبقى انت المفروض الفيزا بتاعتك يبقى فيها ما يوازي ال 50 دولار دي بالمصري عشان تقدر الفيزا تسحب ما فيش اي مشاكل. بعد ما بتعمل ايداع ربنا بيكرمك، حصل ان شاء الله وربنا كرمك كده وارباح وعايز تسحب، السحب بتاعك بيبقى على نفس الاتجاه، بتسحب عن طريق الفيزا بتاعتك. الفيزا بتاعتك بتبقى زي حسابك البنك، بمعنى انك انت عملت ايداع 1000 جنيه بقى عندك 1000 جنيه، لما بتسحب منها بيقل القيمه بتاعتها. لما بتعمل بقى بيجيلك تحويل، التحويل ده بيجيلك من بره بيقوم داخل عندك في الحساب بتاع الفيزا، بمعنى ان جالك تحويل مثلا 1000 دولار مع قيمته بالمصري، يعني 1000 دولار دول نقل مثلا عاملين 17500 جنيه هيخشوا حسابك، يبقى انت هتفتح بعد ما يجيلك التحويل هتلاقي في الفيزا بتاعتك 17500 جنيه، سحبت 3000 مع قيمته 3000 دولار هتلاقيه بالمصري في الفيزا بتاعتك. الناس بقى اللي بتبقى بتسأل انها عايزة تحط بالدولار او تسحب بالدولار، لازم يبقى عندك حساب بنكي بالدولار عشان لما يجيلك عليه التحويل سواء عن سكريل او عن اي طريقة هيخش القيمة بتاعتك محطوطة في الحساب ده بالدولار، يبقى هيخش بالدولار. تاني اللي هيتشتغل بالفيزا يبقى انت هتروح تطلب فيزا احسن بنك في كريد اجريكول، البنك العربي الافريقي، في سي اي بي، دول احسن 3 بنوك ممكن تتعامل معهم، خدمة المعاملة بتاعتهم كويسة
مفيش مشاكل في الكروت بتاعته. لما بتاخد الفلوس او الكروت دي وتبتدي تشحنها وتتعامل بيها ايداع وسحب، بيبقى كله بالمصري. انت بتودع بالدولار في المنصة هناك، لكن انت ايداعك جوه الاي تي ام بيبقى بالمصري، ولما تيجي تسحب فلوسك هتبقى بالمصري. لما تحب انك انت تعمل حساب بالدولار، يبقى عندك حساب بالدولار، بتقدر تسحب فلوس بالحساب ده على مثلا سكريل، ولما يجي لك تحويل من سكريل التاني عن طريق الموقع اللي انت يعني اللي احنا قلنا ان المحفظة الالكترونية تبقى وسط بينك ما بين البنك وبين الموقع اللي هتعمل فيه ايداع. فنفس الفكرة، لما انت هتحط حسابك في سكريل بعت لك فلوس بالدولار وانت حسابك بالمصري، هيخش لك حسابك بالمصري. حسابك في سكريل حط لك فلوس بالدولار وانت حسابك بالدولار، هيجي لك بالدولار. حسابك في سكريل حط لك فلوس باليورو وانت حسابك بالدولار، هيبقى حسابك بالدولار. انت حسابك باليورو حط لك بالدولار، يبقى برضه حسابك باليورو. الحاجة النهائية اللي هتوصل حسابك اللي هو حسابك نوع ايه، يعني سيبك انت ابتديت ايه، انت الحاجة النهائية اللي هتخش لك انت حسابك ايه، دولار يبقى دولار، يورو يبقى يورو. فعشان كده اللي يحب ان هو يبقى عنده عملة ويتاجر بالعملة، سوري اسف، اللي يحب انه عنده عملة ويسحب بالعملة الصعبة، يبقى لازم الحساب بتاعه يكون بالدولار ما يكونش بالمصري. واشوفكم ان شاء الله والحلقة الجاية.